السلام عليكم أصدقائي. اليوم قد أحضرنا لكم اختبارا للأذكياء جدا. سيكون عليكم أن تحلوا 7 ألغاز، ولا تظنوا أنكم ستتمكنون من حلهم بسهولة وبسرعة، لأن البعض منهم صعب للغاية. لذلك أنصحكم ألا تفوتوا هذه الفرصة وتشاهدوا الفيديو حتى النهاية لكي تختبروا ذكاءكم وتتعرفوا على ألغاز صعبة جدا. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. فلنبدأ. اللغز الخاص بالمكعبات. يمكنك الآن أن ترى هرماً عادياً مكوناً من مجموعة من المكعبات، فهل يمكنك إذن أن تحسب عدد المكعبات الموجودة فيه؟ ربما تظن أن هذا اللغز يمكن لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات أن يقوم بحله، فمن الواضح أن عدد المكعبات هو 6 مكعبات. لكن لا تنخدع من النظرة الأولى، إذ أن هناك مكعبات تختفي وراء الهرم لم تحسبها. والآن فكر مرة أخرى وأخبرني كم عدد تلك المكعبات. يمكنك في هذا اللغز أن تستخدم القلم والورقة لتحاول تخيل الأمر جيدا. أمامك 10 ثواني فقط لتجيب عن هذا اللغز. هل تمكنت من اكتشاف المكعبات الموجودة بالأسفل؟ إذن سيكون عدد المكعبات الموجودة في هذا الشكل هو 10 مكعبات. لغز الكلب. تظهر هذه الصورة لنا كصورة كلب، هل تراه؟ حاول مرة أخرى. ابتعد مترا عن شاشة العرض وحاول أن تقلب رأسك. ماذا الآن؟ هل يمكنك رؤية الكلب الآن؟ إذا كنت قد تمكنت من رؤية الكلب في المرة الأولى قبل أن أعطيك هذه الإرشادات، فسأهنئك على قوة ملاحظتك وقوة بصرك وسرعة بديهتك. لغز الباندا. إليك صورة جديدة الآن تعرض أمامك، لكن في هذه المرة لن تحتاج إلى قلب أي شيء، بل أن هذه الصورة تتطلب منك أن تكون ملاحظا جيدا ومنتبها. كل ما هو مطلوب منك في هذا اللغز هو إيجاد الباندا داخل هذه الصورة. الباندا تختبئ بمكان ما داخل هذا الازدحام. انظر بانتباه وقرب قليلا. أمامك 10 ثواني فقط لتجد الباندا الضائعة في المنتصف. انظر، إنها هناك وتبتسم لك أيضا، ألا تراها؟ حسنا، سأقرب لك الصورة قليلا وها هي باتت واضحة أكثر الآن. إذا لم تتمكن من إيجادها فلا تحزن، لأن هناك المزيد من الألغاز التي يمكنك أن تحاول حلها وتعوض خسارتك. لغز الرقم المفقود. سننتقل الآن من حيز الذكاء البصري مع الذكاء العقلي لننتقل إلى الذكاء العقلي مع الفكر الرياضي، أي أن عليك أن تجمع بين هاتين المهارتين من أجل أن تجيب على هذا اللغز بشكل صحيح. لا تقلق، لأن اللغز لن يكون شبيها بالمعادلات المملة التي تدرسها في المدرسة. إذن اللغز هو: ما هو الرقم الذي من المفترض أن يتواجد مكان علامة الاستفهام في الشكل الموجود أمامكم؟ حسناً، سأمنحكم الآن دليلا إرشاديا يرشدكم لتفكروا بشكل صحيح. يعتمد حل هذه المعادلة على عملية الضرب. أمامكم 10 ثواني فقط لتفكروا في الإجابة الصحيحة. الإجابة هي 90، لأنها ستكون حاصل ضرب 9 في 10. أظن أن الدليل ساعدك كثيرا لتحل اللغز بشكل صحيح. لغز عمر الجد. انظر إلى هذه الصورة الموجودة أمامك الآن. من المؤكد أنك ستعتقد في ذهنك أن هذا الرجل كبير في السن،
ولكنك ستندهش بالتأكيد عندما تعرف أن عمره لا يتعدى 25 عاما فقط. فكيف يمكن لهذا أن يحدث إذن؟ الإجابة بسيطة جدا، فقط فكر قليلا. أمامك 10 ثواني فقط لتفكر بالإجابة الصحيحة. يكمن السر في هذا اللغز بالسنة الكبيسة، وتحدث السنة الكبيسة كل 4 سنوات، وفيها يزداد شهر فبراير بيوم واحد فقط. ولسوء حظ هذا الرجل أنه قد ولد في هذا اليوم الإضافي، أي أنه يحتفل بعيد مولده كل 4 سنوات. لغز الأوجه المخفية. انظر إلى هذه الصورة الموجودة أمامك. على الرغم من أنها صورة شجرة، إلا أنك تشعر بأن هناك أشخاص يختبئون وينظرون إليك، أليس كذلك؟ إذا كنت شعرت بذلك فلا تشعر بالجنون أو الهوس البصري، لأنك شخص طبيعي جدا وسريع الملاحظة أيضا. ففي الحقيقة هناك أشخاص كثيرون موجودين في هذه الصورة. حسنا، المطلوب منك في هذا اللغز هو معرفة عدد الأوجه المخفية في هذه الصورة. أمامك 10 ثواني لتفكر بالإجابة الصحيحة. إذا كانت إجابتك هي 10 أوجه، فأنت شخص تتسم بالذكاء وسرعة البديهة وقوة الملاحظة. أما إذا كانت إجابتك غير ذلك، فإليك آخر لغز يمكنك أن تعوض فيه خسارتك. لغز مربع عيدان الأثقاب. في الحقيقة يعد هذا اللغز هو أصعب لغز في قائمتنا. إذا تمكنت من حله بشكل صحيح، يمكنك أن تطلق على نفسك لقب عبقري. لذا حاول التركيز جيدا فلنبدأ. أمامك الآن 4 عيدان أثقاب، وكل ما تحتاجه هو تحريك عود واحد فقط لتكون مربع. يمكنك أن تحضر بالفعل 4 أثقاب وتحاول أن تمارس هذا اللغز بشكل فعلي. أمامك 10 ثواني لتفكر بالإجابة الصحيحة. كل ما عليك فعله هو تحريك العود الموجود بالأعلى قليلا ليكون مربعا داخليا مع الأثقاب 3 الأخرى. هل يمكنك رؤية المربع الآن بوضوح؟ حتى وإن كان مربعا صغيرا جدا، إلا أنه مربع في النهاية. أخبرنا في صندوق التعليقات الموجود بالأسفل كم عدد الألغاز التي تمكنت من حلها اليوم. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. في أمان الله.